والآن نذهب مباشرة إلى لندن حيث نستقبل معنا من هناك رجل الأعمال اللبناني العربي سيد أيمن عاصي. مساء الخير سيد أيمن، شو هالمفاجأة الحلوة؟ يعني أنا لو ما عارفة أنه نحن موجودين عن جد بلندن وفريق العمل الميادين هو بلندن كنت فكرت هيدا المطعم ببيروت أو مكان بالشام أو بشي بلد عربي. يعني مرحبا لنا، ما هو هذا كان القصد نحن من مشروعنا كله انه نحسس العالم. انا سامعك، لنا سمعتيني كثير حلو الجو، جو عربي تقليدي في قلب لندن، والاهم انه المشهديه وراك على الشاشه. هلا انتبهنا للموضوع، يعني العالم عم تشوف المشهديه. خبرنا الى اي مدى استاذ ايمن انت كمستثمر ورجل اعمال صعب ان تنطلق كشخص مغترب في بلد غريبه عنك و يعني تطلق مؤسسة أو مطعم أو أي شيء من هذا القبيل؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم وبقناة الميادين، أهلا وسهلا فيك لانا وبصديقنا موسى، وثانك يو كثير انكم اخترتوني اليوم من بين كثير ناجحين بلندن لنكون معكم بهالمقابلة الحلوة هيدي اللي بتطلع وبتظهر عملنا بالغربة لنخلي لبنان بقلوب اللبنانية والعرب المغتربين، ولنزرع أزهار تراثنا وثقافتنا اللبنانية للزائر الأجنبي. أكيد ما في صعوبة بافتتاح عمل أو مؤسسة ببريطانيا طالما نتبع القوانين المطلوبة بهالبلد. طيب الصعوبة أنتم تذللونها لأنه لديكم طموح، بس عندما تفتتح مطعما لا يشبه عادات وتقاليد البلد اللي أنت فيه، هون ربما تبدو الصعوبة أكبر، صحيح؟ هيدا هو التحدي. ما هو قصدنا نحن أن نحن نجيب العادات وتقاليدنا ونجيب مثل ما نحن عملنا هون بمشروعنا نمط الحياة اللبنانية على لندن. نعم. لننقلها بكل تفاصيلها. طب خبرنا عن هيدي التفاصيل، مثلا أنا لاحظت شغلة هلا كمان مبينة عنا على الشاشة إنه حتى الكتابة بتكتبه بالعربي بس بأحرف لاتينية، يعني خلص ما بعرف شو كاتب بعد على هيدي العلبة اللي قدامك، حتى أسماء الطاولات بتكون دايما من أسامي مناطق مثلا لبنانية أو عربية، فهيدا الفكرة في كل الجو العربي، ما الهدف منها؟ الهدف اكيد انه كل انسان عنده فكره بده ينفذها. نحن فكرتنا كانت لنا هون بالمطعم انه نفوت بالتفاصيل الدقيقه لنخلي الزائر يعيش يعني تو هاف فول اكسبيرينس بموضوع المجوي على مشروعنا، انه لما يجي على المطعم لهون او على مشروعنا يحس حاله فعلا بلبنان، يعني من كان من اكل لأجواء لديكور تفاصيل محل من جوا لحتى لهيدي الشتية اللي مكتوب عليها بالعربي اللي هي كوتس بلبنان، لحتى هيدي مثلا اشياء من فيروز تبقى ميل تبقى اسأل، كل شيء حبينا نكون ننفذه بتفاصيله كرمال ننقل طب المواد الأولية اللي هي تنتج في منطقتنا العربية بتكون غير، يعني في صعوبة لاستيراد تلك المواد الأولية؟ لا بالعكس، كل شيء بتوفر هون ومطلوب. في اشياء اكيد ممنوع ادخالها على بريطانيا مثل بعتقد اجبان والبان ولحوم. نعم. بس كاشياء مواد اوليه ثانيه مستعمله بمشاريعنا في كثير استيراد ودائما بتوفر بلندن، يعني نحن من الاشخاص اللي بنستورد بضاعتنا لمطعمنا مباشره من لبنان. حلو، طب استاذ ايمن بدي اسالك، يعني في امر كثير مهم، طبعا وجود اجواء عربيه للمغترب في الخارج هي ضروره جدا له، ونحن يعني نشاهد من خلال تجاربكم انه بتجمعوا بعض، بس بالنسبه للاجنبي الى اي مدى هذه التجربه العربيه ومن خلال مطعمك، يعني التجربة اللبنانية هي مطلوبة ومرغوبة ومحبوبة وبحبوا الأجانب يجوا يعني
يشوفوها. هلا هو دائما المطبخ اللبناني او العربي ممكن بتلاقيه وين ما كان، وين ما تروحتي على اي شوارع مدن او سوبر ماركات كبيره اجنبيه، يعني صرت تلاقي مثلا الاشياء مثل الحمص، التبوله، الفلافل وين ما كان. انا كوني كمشروع هون بحس حالي كسفير لبلدي، لانقل الفكره للاجنبي. وفي كثير زوار اجانب زاروا لبنان من وراء مطعمنا صراحه. حلو. ورجعوا لعنا مبسوطين وتشكرونا على شو ماشي. شكرا كثير استاذ ايمن عاصي على انضمامك لنا من لندن وعلى هذه الجلسه الجميله. يعني الاجواء ما خليتنا نحس ابدا انه نحن بعاد عنكم، وانتم ايضا يعني ما تقومون به في غايه الاهميه لتقريب تلك المسافات بين من فعلا يعيش هناك ومضطر العيش وهو طبعا من أصول عربية. شكرا لك أيمن عاصي، الرجل الأعمال اللبناني العربي.